صحفي وفني، أنت عز يعني كثيف، ما يمكنش هذه البشرية هذه اللي هي الأطفال، اللي هي الشباب، اللي هي الراشدين، اللي هي الأجانب اللي يدخلوا المنطقة، اللي هي ناس اللي هاجروا المنطقة سواء من الداخل ولا من الخارج، والثقافة شبه مهمشة. مدينة طنجرة مقاطعة الأرباح 1,612,000 نسمة و 534 مواقع نتالية سعود، عدد فرق المسرحية المحترفة 10، عدد الفرق أو جمعية الممارسة للمسرح 23. هل هناك حجاب السنة التنمية المسرحية في جلسة مشاريبية؟ جواب نعم. وأختم إقليم فحص لاجر، عدد السكان ديالو 123,268 نسمة، مناطق الحضارية صفر. في دور التشييد عندنا الشرافات وعندنا طنجاتين، مدينة ديال الصينية اللي غيكون ديال تشينوس. مناطق القروية سبعة، يعني جميع الجماعات الترابية ديالو كتعتبر مناطق قروية. مواقع الأثرية ثلاثة، عدد فرق المسرحية المحترفة صفر. عدد الفرق أو جمعية الممارسة للمسرح 8، كتنشط في المسرح المدرسي، يعني كتجربوا شي مدرسة ولا شي مؤسسة عندهم فرقة المسرح المدرسي. هاد ديزانتيريسمون اللي عقل الثقافه وما عطيناش القيمه ديالها اللي خصها تكون، لان الثقافه هي ثقافتنا، هي الهويه ديالنا، وهي هي اللي كتربي. الفن والثقافه هما اللي كيخليو ديك التوازن داخل المجتمع ولا داخل اي حضاره. يعني ملي يكون ما كاينش التربيه في الاصل، يعني تربيه الاطفال المراهقين بالخصوص، سي نورمال اننا غادي نشوفوا ان حتى السياسات العموميه ما كيتحددوش كاع على لا على لا على الفن بمانيير جينيرال ولا الثقافة، والمسرح باعتبار أنه هو أب الفنون. يعني المسرح هو النافذة، هو باش كتعالج المواضيع الاجتماعية، هو باش كتصلح إلى كلمة تصلح في المجتمع، هو باش كتقدر تهضر على الفساد. إذا هضرنا مثلا على المسرح المنتدى ولا المسرح التفاعلي، المسرح المقهورين، يعني هذا المسرح راه هو فريمون هو المنبع ديال هذا. دونك أنا في نظري المشكل هو مشكل تربوي بالخصوص، لأن عندنا نقص في المغرب عامة، ماشي غير عمالة طنجة، العمالتين ديال طنجة وفحص أنجة، هو مشكل وطني. أن ما عندناش تربية فنية حقة اللي كتكون اللي كتصنع ديك الجمهور وديك الناس. قبل ما نهضرو على الإنتاج ولا على البنية التحتية، ما عندناش لا الجمهور المتبقي، ما عندناش ما مربيش على الفن. هو بوغلي الفن غير مادة زايدة. ملي كنلاحظو مثلا في المدارس الابتدائية ولا كتلقى مدرس مثلا ديال التفتح الفني ولا ديال النشاط الفني، كيكون هو ما عنده حتى شي فورماسيون حتى شي تكوين، تيكون ناقصهم واحد الاستاذ ولا كيقول لي انت كتقرا العربيه دخل قرا لهم ساعه، ولا كاين اللي كيحذفها كاريمون، ولا كيقولوا لعب الرياضه، ولا ما عطيناش ديك ما عطيناش الاهميه اكزاكتومون. وحتى الاساتذه اللي تيقراو المعلمين ما مكونينش، هما براسهم ما مكونينش على التربيه الفنيه ولا على التربيه. وحاجه اخرى مثلا ملي كنلاحظوا مثلا كنشوفوا في مجال التربيه في المدارس الابتدائيه، ملي كنشوفوا المقررات جينا باقي في 2022 كنقريو الدراري الصغار شنو هو خط احمر لو بين اللون الاصفر، الوغ حنا كنعرفوا ان الدراري اللي طالعين دابا كيمانيبيو لي تيليفون احسن من الناس اللي كبارين. دونك كناخذوا الطفل على انه هو صف، على ان كناخذوا هذا الطفل على انه زعما صفحه بيضاء. الاطفال ملي كيخلقوا عندهم تجربه جماليه، عندهم تجربه فنيه. تجمعنا باش نحاولوا نناقشوا المشاكل اللي كيواجه اللي كتواجه الفن اون جينيرال والمسرح بالخصوص. يعني هما مشاكل عويصه اللي كتجلى في نقص في البنيه التحتيه مالوغوزمون في العماله ديال في العمالتين ديال طنجه وفحص انجره. كنلاحظوا ان كاين غياب ديال التكوين، غياب ديال المؤسسات
الممارسه المسرحيه، وهذا فريمون جانب اللي كيأثر لا على الممارسين لا على المحترفين ديال المسرح. وحاولنا اليوم اننا نخرجوا بواحد التوصيات وواحد الاقتراحات باش نقدروا نديروا واحد المرافعه اوبخي دي سيرفيس اللي هما مكلفين، ونحاولوا ندرجوا اذا كان ممكن المشاكل اللي كيتعرض لها المسرح دونك في المجال الوطني اللي مالا، باش تحاول نتناقش في السياسات العموميه ونحاولوا نعطيوها اهميه اكثر، وان هاد المواضيع تناقش يا اما في الوزارات او لا في المجالس الاداريه والجهويه والوطنيه. اما بالنسبه للتوصيات اللي حاولنا نخرجوا بها، اللي هي اساسا اللي كتعتمد اساسا على التكوين، يا اما التكوين التربوي ولا التكوين الاحترافي في المؤسسات او لا في التعليم العالي. توصيات اللي نقدروا نعاوتاني نهضروا عليها، اللي هما نحاولوا يكونوا بنيه تحتيه اكثر، واللي تكون تابعه للدوله وتابعه للثقافه، اللي ما تخليش ان الفرق المسرحيه ولا الممارسين المسرح انهم يهزوا الهم اكثر للتكلفه الباهظه اللي كتكون غالبا باش يقدروا اللجوء لهاد القاعات العرض. والتوصيه الثالثه واللي هي مهمه، اللي هي الوساطه، تكون وساطه ثقافيه مستمره على طول السنه، وتكون ثقافه الوساطه ثقافيه حقا اللي تحاول تخلق واحد العلاقة متينة ما بين المنتج المبدع ولا المسرحي وما بين الجمهور المتلقي، واللي كيحاول يصنع بدوره كيصنع واحد الجمهور، وكيحاول يعطيه واحد الشرعية وواحد المشروعية أنه يكون متلقي للفن والمسرح بالخصوص. وشكرا. كنزة جناتي إدريسي، طالبة باحثة بماستر التربية الجمالية بكلية علوم التربية بالرباط.